أعلن 10 أطباء بمصلحة الاستعجالات بمستشفى الوادي أمس الخميس عن استقالتهم الجماعية من مناصب عملهم ردا على ما اعتبروه ضغوطات تمارس عليهم من قبل إدارة المستشفى. وجاء في رسالة وجه الأطباء المستقلون إلى مدير المستشفى أو المؤسسة الاستشفائية: نقدم استقالتنا لأسباب عديدة، منها ممارسة الضغوطات علينا ومحاباة بعض الطبيبات على حساب أطباء المصلحة، وكذا النقص الفادح في تعداد الأطباء والممرضين بالمصلحة. كما اشتكى الأطباء أيضا من وضع بعض زملائهم تحت تصرف مؤسسات طبية أخرى في عز الأزمة، إضافة إلى الانعدام الكلي لأعوان الأمن حسب ما جاء في نص الرسالة.